لاحظوا شلون السبوت لايت موجه عند المصاعد، في عنا إنارة مخفية بالأماكن هي. إنارة مخفية عكسية مثل ما سبق شرحتها بقناتي، اللي هي من النوع اللي بيجي مباشر، بيجي مباشر بقناة معدنية بزاوية 45، حيث أنه يعطي إنارة ناعمة مو ما في أي تعرج بالخطوط، إنارة جميلة. السبوت لايت إجا حدد أماكن المصاعد. جمال الإنارة بأنه تكون قليلة، لاحظوا لاحظوا الأرضية ما عليها أي انعكاس أو مزعج، لأنه السبوت لايت موجه. مثل ما حكينا السقف فاضي، فإذا بنروح بنشوف السقف، بقول أنا دائما الشخص المصمم عنده جرأة يخلي السقف فاضي. لاحظوا السقف كامل فاضي، لكن لما نلتفت حنشوف إنارة مركزة جميلة، إنارة مركزة على هالأماكن، ما في إلا عدد بسيط. لاحظوا شلون عدد سبوت لايت بسيط، إنارة أب لايت عطت جمالية للمكان. توازن الإنارة، أي واحد داخل المكان حيشوف إنه إنارة جميلة مو قليلة، وبنفس الوقت عطت انعكاسات حلوة، انعكاس الإنارة مخفية، ما في انعكاس للسبوت لايت. إنارة الأب لايت جميلة بطريقة حلوة، اختيار زوايا ضوء مناسبة وإنارة حلوة. لاحظوا الممر كامل ما في إلا بس عدد بسيط من الداون لايت، اللي هو نحن بنسميه دارك لايت ريفلكتر. في عنا إنارة وول ووشر، الوول ووشر اللي أنا دائما بتكلم عليها، طبعا أنا قلت إنه هي الأجهزة من إيركو. إنارة الوول ووشر نورت المكان بالتساوي، نورت الجدران بالتساوي مثل ما شايفين، بس 2 داون لايت فوق الطاولة، ما في داعي أكتر. فاللي بيدخل بالمكان بيشوف صراحة